لكن مفيش اي حاجه. هو احنا امتى ممكن نشوف وليد سليمان بقى في الملعب؟ انا الحمد لله كابتن دلوقتي نزلت ومستني الفرقه ترجع وهكون متواجد معاهم ان شاء الله باذن الله. ما ان شاء الله تبقى موجود في التدريب. موجود جميله هي. هتبقى موجود في التدريب ان شاء الله الجماعي بقى اللي هو الناحيه الفنيه بقى لغايه لما هو يشوف هيحطك امتى ان شاء الله. احنا قعدنا نتكلم، الناس قاعده تتكلم على احمد فتحي كذا كذا كذا، وفجاه لقينا احمد فتحي بيلعب اساسي في المباراه. وفتحي كان موجود بقى له 4 اسابيع مع الفرقه، بس الراجل مش عايز برضه يخسر حد راجع من اصابه. بالزبط. لازم هيوصلوا التوب فور او يعني الاقصى حاجه يقدر يوصلوا فيها والباقي ياخدوا من المباراه، على الاقل يقدر يلعب شوط. لكن الراجل مش هيستعجل على حد عشان ما يرجعش يخسره. انت شايف مارتن لاسارتي ازاي مع الفريق؟